السلام عليكم شباب، معكم دسنجر او الجهذي. هذا الاسبوع غيرت شوية في التوب 5، خليت ثلاث شخصيات ما هي موجودة في هذا التوب 5: هانزو، ميكري، وريبر. اذا تبي تعرف السبب انتظر لنهاية الفيديو، راح اشرح لك بالتفصيل ليش ما دخلتهم هذا التوب 5. فخلينا نبتدي معكم هذا الاسبوع التوب 5 والاسبوع الخامس ونقول بسم الله. وفي المركز الخامس راح يكون معنا اكس اكس اي داركس يلعب بمي على البيسي. طبعا التايمينج حق الالتمت لمي مره خرافي، لدرجه ان الفريق اللي قدامه كلهم تجمدوا. واحسبوا معي يا حبيبي، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كلهم ايزي كيل بالالتمت بتفكيرها. والله مبدع يا مدير، مبدع، نبي هالحركات هذه الجباره. وفي المركز الرابع راح يكون معنا ان اكس جي اي يلعب بسمترا. طبعا سمترا قليل نشوفه، مره نادر، طبعا لاغم المنطقه كلها بالسنتري هذا الصغير. وحبيبي وفريق قدر كل ديفا، قتل الاول وقتل الثاني وقتل الثالث، وديفا طبعا تكسرت الرابع ما ادري الخامسه هذه. والله الحسب ضاعت يا حبيبي، ماتت ديفا خلاص. والله مبدع يا مدير، نبي هذه اللعبات، وين هذه اللعبات عندنا من زمان يا حبيبي. وفي المركز الثالث راح يكون معنا هيمو زوز يلعب بجنجي. طبعا في التيمت من مي، وقف مي ضده ويقتل مي ويعطيه داش ويوقف سولجر ويشخط حبيبي شخطتين ويموت، ويعطي رفلكس لديفا ويموت ديفا مع لوسي. وحبيبي وشق هانزو اخر شيء يا حبيبي، كم واحد يحسب معايا يا حبيبي؟ هذه اللعبات نتكلم عنها، هذه المهاره نتكلم عنها يا حبيبي. وفي المركز الثاني راح يكون معي تاكامورا ساما يلعب برايون هارت. طبعا هذه اللعبه مره عجبتني، اخذ رايون هارت ويحطه في الجدار ويعطيه كف ويزدحف الارض ويعطيه وراء التمت ويضرب اربع شخصيات ويقتل الثاني والثالث والرابع، وطبعا ديفا ورا تسوي ازمه تبي تهرب ويكفخها ويقتل الخامس. والله مهاره مبدعه بتانك، مبدع يا حبيبي. وفي المركز الاول راح يكون معانا اوفر ديفن. طبعا نسى يخلي اسمه حبيبي، يسوي التمت بكل وثوق ويل بلايد، يقتلك فريق كامل من الاول الى السادس. والله لعبه احترافيه حبيبي، هذه اللعبات اللي اتكلم عنها فيها تفكير، فيها مهاره، فيها ابداع. فتقريبا كذا شباب وصلنا هذا الفيديو، اتمنى ان الشباب استمتعتم في هذا التوب 5. هذا الاسبوع غيرت بشكل كبير، لغينا هانزو ومكري وريبر، لان اغلب اللقطات اللي جاتني تخيلوا شباب معي 60 لقطه، 60 لقطه بالضبط 59، مو 60 59. ريبر، مكري، هانزو كلهم التيميت يقتل لك خمسه او سته اشخاص، وحس هذا الشيء تشبعنا منه، ما في اي مهاره، ما في اي ابداع. انا ادور على مقاطع كذا فيها ابداع، فيها مهاره، فيها فن، يعني تشوف المقطع تقول اوه واو هذا الشخص مره مبدع. فانا ادور على هذه المقاطع الممتازه، يعني اذن نداءات اكثر خمسه او سته ممتازه وتستحق ان تدخل التوب 5، بس ان هذا الشيء تشبعنا من الاسابيع اللي راحت. اتوقع ناس كثيره كتبت لي حتى في الكومنت ما في اي ابداع، ما في اي شيء، تدخل تسوي التمت وتمشي تدخل تاخذ التوب 1 يا حبيبي، مو توب 5 بعد، توب 1 في المقاطع. فنبي ابداع، نبي اشياء كذا مره حماسيه، فيها مهاره، فيها شيء خرافي، حتى لو تقتل ثلاثه بس بحركه ممتازه وتكون بلاي اوف ذا جيم انا موافق عليها، بس اهم شيء الفكره في اللعبه او التفكير او الايم، التصويب مره خرافي. فهذا الشيء اللي ادور عليه انا. فاستنى من شباب انه ما يضايقكم هذا الشيء ولا يزعجكم، بالعكس خليكم تتحمسون للتوب 5 وتشوفون كل اسبوع بدون ما تستملون، لان مثلا الريبر كل مره اسبوع كل اسبوع يشوف الريبر يقتل لك خمسه سته بس بالالتيميت راح تمل. وانا من نفسي عن نفسي انا مليت، يعني تخيل 30 مقطع اي ريبر اختار كلهم هاي توب 5 لوحدهم، الا اذا اخذت مثلا افضل خمس قتلات حق ريبر نزلت في توب 5 لوحده، مكري لوحده وهانزو لوحده، مثلا ثلاث اسابيع اخليهم هاي ثلاث شخصيات لوحدهم وارجع للشخصيات الثانيه، الا اذا كانت في لعبه مثلا تستخدم مكري قتلت لك ثلاثه اربع بعدين تسوي التمت تقتل لك اثنين، هذا شيء ثاني استثنائي، عارفين علي كيف؟ فاتمنى شباب هذه الفكره عجبتكم وتستمتعون في التوب 5 معي هذا الاسبوع. اذا تبي ترسل لي مقطع راح تشوف الايميل في الديسكربشن تحت، او اذا تتابعني على تويتر تسالني اي سؤال اي استفسار هم راح تشوف تويتر في الديسكربشن تحت، تقدر تسالني اي سؤال وان شاء الله اجاوب عليك في اسرع وقت ممكن. وكان معكم دستنجر او جدي، اشوفكم على الفيديو الجاي، السلام عليكم.